باش نبداو في البارتي الاولى بالكل عند مين حبسنا اخر مره به نعرف اكل الزيكزرسيس هذا اللي فما شكون حاول فيه عملت فيه كلكو موديفيكاسيون في ليكزامبل 1 و 2 خاطر البوتي دلتا باش نلقاها معناتها دوبل غاسين غاسين كاري دونك نحب نسامبليفي لي شوز باش نربحوا شويه وقت دونك ليكواسيون الاولى زيد او كوب موان 4 بلس اي زد كاري بلس 7 بلس اي زد موان 4 ايغال ا 0 دونك قلنا كي مد لكم اون ايكواسيون دو 3ييم دوغري في الكومبلكس معناتها لي كوفيسيون ابارتينا للانسومبل سي عندك الديمارش اللي تمشي فيه هو انك من الاول بالكل يطلب منا باش نطلعوا اون غاسين ولا اون سوليسيون بارتيكولير بارتيكولير فما تروا ميثود يا اما يعطيك الغاسين كيما صاير لهنا كيما في ليكزامبل 1 قال لك فيريفي كو 1 اي اون غاسين دو او دونك شنو مبينو 1 هي غاسين نعوض للزيد بال 1 نلقاها 0 معناتها نلقى ليكواسيون فيريفي والا كيما في ليكزارسيس 2 يقول لك مونتري كو ليكواسيون او ادمي اون سوليسيون غير ا ديتيرميني اوكي والا كيما في ليكزامبل 3 يقول لك مونتري كو او ادمي اون سوليسيون ايماجينير بور ا ديتيرميني دونك في 2 في 3 ليكزامبل 2 ليكزامبل 3 سي ايدنتيك معناتها خدمه انالوجيك تصير ليكزامبل 1 تري سامبل باش نعوض ليكس زيد بال 1 ونبين الريزولتا ايغال ا 0 دونك فما تلاحظوا كيما تشوفوا فما 3 كيستيون بوسيبل 3 فورم نتاع دي كيستيون بوسيبل باش نبينوا البارتي الاولى اللي ليكواسيون دو 3ييم دوغري عندها اون غاسين بارتيكولير اون فوا بينا بالبارتي الاخرى اون فا ريزودر ليكواسيون او كي باش نعملوا ريزوليسيون نتاع ايكواسيون دو 3ييم دوغري فما 3 زيتاب ليتاب الاولى انه نعملوا فاكتوريزاسيون ليتاب 2 ان نطلعوا لي كوفيسيون نتاع الفاكتوريزاسيون وليتاب 3 ان نخدموا ليكواسيون نتاعنا دونك باش نشوفوا هذا في دوز اكزامبل تاو تشوفوا الحكايه سهله على الاخر دونك دوز اكزامبل انا انالوك ليكزامبل 3 باش نعطيكم ديجا كيفاش تبداو تحاولوا فيه وحدكم وغدوه ديجا باش تلقوا اكزرسيس كامل اكزرسيس ديجا جي قبل في الباك باش نخدموه البارتي الاولى ولا الكيستيون الاولى نتاع الاكزرسيس هو هذا وبعد فما دي كيستيون اخرين باش نكملوا دونك باش نبدا افيك ليكزامبل 1 دونك عندي ليكواسيون دو 3ييم دوغري هذايا زيد او كوب موان 4 بلس اي زد كاري بلس 7 بلس اي زد موان 4 ايغال ا 0 وي شام دونك الكيستيون فيريفي كو 1 اي اون راسين دو او بلي اللي عنده كيستيون اغزر اللي عنده كيستيون يخليني نكمل ومن بعديك توا معناتها ينجم يسال فهمت نكمل او موان معناتها الريزوليسيون تاع ليكواسيون 1 بعدي كيسالني ميساج دونك بور فيريفي كو 1 اي اون راسين دو او دونك جوست نعوضوا الزيت في ليكواسيون تاعنا هذه بال 1 لازم نلقاو الريزولتا 0 دونك باش نعوض الزيت بال 1 دونك ديريكت تولي 1 بيسونس 3 موان 4 بلس اي فوا 1 بيسونس 2 بلس 7 بلس اي فوا 1 موان 4 ايغال ا 0 ديجا مكتوبه دونك 1 بيسونس 3 1 1 بيسونس 2 1 دونك تولي 1 موان 4 بلس اي ديجا باش تلقاها هكا 1 موان 4 بلس اي فوا 1 دونك تقعد موان 4 موان زي خاطر عندي موان البر جوست ان كالكول سامبل بلس 7 بلس اي فوا 1 فوا 1 زي دونك بلس 7 بلس اي موان 4 دونك ش عندي لهنا كوم سامبليفيكاسيون عندي موان اي بلس اي تنحى عندي 7 و1 8 8 موان 4 4 و 4 موان 4 0 دونك باش نلقى الريزولتا 0 دونك ديما ديجا باش تلقاها 0 سينو ما يعطيكش التيب نتاع لي كيستيون هذوما دونك زيد 0 ايغال 1 هي اول غاسين دو او دونك نعرفوا الايكواسيون دو 3ييم دوغري ديما عندها 3 غاسين ديما عندها 3 غاسين الغاسين الاولى ديما بارتيكولير نطلعوها انت والميثود اللي حكيت عليهم من الاول بالكل دونك في الكال الاول هذايا نتاعنا الغاسين بارتيكولير الاولى زيد 0 ايغال 1 دونك قداش قاولنا من غاسين طلعنا واحده مازالوا زوز كيفاش نطلعوهم الزوز الخدمه هذه ديما تتعاود ديما على فكره ديما تتعاود بنفس الطريقه اون فوا طلعت لا بروميير غاسين دونك جو في تويكا فاكتوريزي في الكيستيون 2 باش نعمل فاكتوريزاسيون دونك ايكواسيون دو 3ييم دوغري هي اكيفالونت للزيد موان زيد 0 فوا اون ايكواسيون دو 2ييم دوغري ديما خاطر زيد موان زيد 0 هي عباره عن بولينوم دو دوغري 1 وهذه هي دو دوغري 2 1 بلس 2 شنلقاو دوغري 3 باه
Donc, dis-moi, qui est-ce que tu fais la factorisation d'une équation de troisième degré, tu fais avec z moins la solution particulière. Maintenant, z moins 1, z0 égale 1, fois az carré plus bz plus c égale à 0. Donc, là, on aime faire l'identification. Il faut que nous sortions A ou B ou C. Donc, on fait le développement. On met les puissances qui sont les plus grandes. Finalement, on fait l'identification de la manière. Donc, on fait le développement z, je vais drop z dans az carré ou bz ou c, on va avoir moins 1, kif kif. Donc, z fois az carré, on a le az cube, plus z fois bz, bz carré, plus z fois c, plus cz, on va avoir moins 1 fois az carré, moins 1 fois bz, moins bz, ou moins 1 fois c, moins c. On va dire que les puissances, les gens vont avoir, on va avoir, on va avoir, az au cube. Donc, l'unique qui a la puissance 3. Dans la puissance 2, on dit bz carré moins az carré, je vais mettre ça. Dans la puissance 1, cz moins bz, je vais mettre ça. Ou le moins c, c'est une constante, je vais mettre ça. Donc, je vais mettre ça, je vais mettre ça. Les puissances, je vais mettre ça. Donc, je vais mettre ça en facteur. Je vais mettre z carré en facteur. Je vais mettre z en facteur. Je vais mettre ça en facteur. Donc, az au cube. Donc, je vais mettre z carré en facteur, je vais mettre les b moins a. On est qui charge z en facteur, je vais avoir c moins b, moins la constante égale à 0. Donc finalement, je vais faire une identification. Identification, l'équation E, l'équation initiale, est équivalente à cette dernière équation. Donc, je vais faire l'identification, donc coefficient à z puissance 3, qui est a, égale à 1. Z3 égale à z puissance 3. C'est équivalente, sont égaux, l'équation heavy, ou l'équation heavy, bat masar. Une factorisation au développement. Donc, le coefficient de z puissance 2, c'est b moins a, ou là, moins 4 plus i, ou maintenant, c'est le moins. Le coefficient de z, c'est c moins b, ou là, 7 plus i. Ou le constante, c'est moins c égale à moins 4. Donc, c'est ce que je identification. Donc, je vais faire l'a égale à 1, b moins a égale moins 4 plus i, qui n'a pas le développement, qui n'a pas les parenthèses, moins 4 moins i. C moins b égale 7 plus i. Ou moins c égale moins 4. Juste mettre en sous les signes moins. Les rôles de faire un barcha à le bac. Les signes moins, mettre en sous. Donc, je vais mettre l'a ou le b ou c. Mais le système, il fait 4 équations. Donc, le système, il fait 4 équations. Je vais mettre l'a ou le b ou c, mais entre 3 inconnus, les amener. Trois équations équivalent, ou l'équation rabat, je vais faire vérification. Donc, je vais mettre 1, 2, 3, 4. Donc, chaque ligne, je vais mettre, voilà, chaque équation, je vais mettre un numéro. Donc, l'A, hadra, l'A, l'équation 1 égale à A, donc directement. Fait l'équation 4, tu m'as tellement assez, mais 4, mais l'autre. C dit ma talaha mel l'akhra, donc on dit moins c égale moins 4, donc c égale à 4 directement. Peut-être que l'équation 2 ou 3, tu redem bouahda maintenant, je vais t'allaha le b, t'allaha l'a ou c, mais elle est le b, donc je redem b 2, maintenant. Donc, on a ouvert l'a bel 1, on t'allaha le b, donc je t'ouvre le b moins 1 égale moins 4 moins i, khatr l'a l'kineha 1 déjà. Donc, b égale qu'il moins 1 t'azara de b, je t'ouvre le plus 1, moins 4 plus 1 j'ai moins 3, moins 3 moins i, donc b est moins 3. Moins i. OK? Donc, نجي تويك باش نثبت الخدمه نتاع صحيحه ما تعرفوا في فازه كيما هذه كل غلطه بفلقه كيما يقولوا معناتها اي فوت دو كالكول تعملها مشينا نعبيه الناس الكل باش نثبتوا اللي الخدمه نتاعنا صحيحه ونكملوا بعض نخدموا نحنا مرتاحين نجيو للايكواسيون الاخرى بالكل اللي ما خدمناهاش لهنا خدمنا بالا والكاتر والدو قد الطغوا نعمل فيريفيكاسيون في الطغوا كانها صحيحه صحيحه كانها غلطه نلوج على الغلطه نتاعي باش ما نكملش في نيتي وانا في الغلط دونك نمشي لك ليكواسيون 3 نعوض السي لهنا موان بي دونك السي 4 موان بي معناتها موان موان 3 موان زي لازم نلقاها سي بلس اي باش تكون الخدمه صحيحه دونك فوالا دونك سي اللي هي 4 موان بي معناتها بلس 3 بلس اي دونك égale 7 plus i. Donc, 7 plus i égale à 7 plus i. Donc, le compte est bon. Donc, le compte est bon. Donc, tawika, nji, narja l'hne, n'awad l'a ou l'b ou l'c, belle valeur m'tiana.
باللي فالور اللي لقيناهم باش نلقى ليكواسيون او في معناتها فاكتوريزي وامورنا تبدا 5 5 دونك هذه ليكواسيون او تاعنا دونك لقينا الا ايغال ا البي حسبناها لقيناها موان 3 موان زي والسي لقيناها 4 دونك نعاود لي زيتاب ليتاب الاولى طلعت اون غاسين بارتيكولير لهنا موجود في الكا ان اللي الغاسين يمدها لي حاضر قال لي فيريفي كو ان اي اون غاسين بددنا زيد بالان في الاكواسيون تاعنا لقيناه اون فاكتوريزي بار لا سويت بار زيد موان زان معناتها الاكواسيون تاعنا عملنا لها فاكتوريزاسيون بار زيد موان زان جوست بالله لهنا بالله لحظة خنسكر جوست به لحظة بليخ جوست خن بعد الباخ به دونك عملنا اون فاكتوريزاسيون ومن بعد هيك فينالمون معناتها طلعنا باغ ايدونتيفيكاسيون لي كوفيسيون ا و ب و سي نتاع ليكواسيون دو دوزيام دوغري الحاجه الاخرى اللي بقات تويكا هي اني نخدم ليكواسيون دو سكوند دوغري نتاعي باش تكمل الخدمه خاطر انا لقيت اون سوليسيون ان مازالو زوز زوز ما يمشي يجيو باش يجيو من ليكواسيون دو سكوند دوغري هذايا دونك E est équivalent qu'on a z moins 1 fois az carré plus bz plus c égale à 0 à autre a ou b ou c بلي فالور اللي لقيتهم قبل هيك دونك اش معناتها هذايا معناتها زيد موان زان ايغال ا زيرو خاطر برودوي ايغال ا زيرو معناتها الاولى ايغال ا زيرو و لو فاكتور 2 ايغال ا زيرو زيد موان زان ايغال ا زيرو ديجا طلعنا منها زيد ايغال ا 1 تو باش نخدم ليكواسيون دو سكوند دوغري هذه معناتها باش نخدم كاينين نخدم في ايكواسيون دو سكوند دوغري دون سي دونك الا هي 1 البي موان 3 موان اي والسي هي 4 واضح دونك نحسب ديسكريمينون دلتا وشفنا اللي حضر معانا البارح بوت البارح بيتو البارح ما قريناش بوت البارح كيفاش نخدموا اون ايكواسيون دو سكوند دوغري دون سي دونك نطلعوا اول حاجه الا والبي والسي نحسبوا ديسكريمينون دلتا دونك لهنا مانيش نضيع وقت نجموا تعملوا فيريفيكاسيون وحدكم دونك بي او كاري معناتها موان 3 موان اي او كاري موان 4 فوا ا فوا سي دونك كل شيء عندنا موان 3 موان اي بيسونس 2 هي بيد 3 بلس اي بيسونس 2 خاطر الموان في البيسونس 2 ما عنده حتى قيمه دونك 3 بلس 2 بلس اي بيسونس 2 باش نعمل لها اون فاكتوريزاسيون اون اوتيليزون لي برودوي ريماركابل ا بلس بي بيسونس 2 معناتها ا او كاري بلس 2 ا بي بلس بي او كاري اي Vous vérifiez le calcul l'année, juste l'année, i puissance 2 et moins 1. L'année est moins 16, donc 19 moins 16 égale moins 8 plus 6i. Donc, il y a le grand delta. Alors, on a fait un week, je suppose, il y a un hadrat, l'électroation, c'est l'ouel. Ok? Khater, je vais vous dire directement. Les gens, ça, comme l'autre, comme un hadrat, c'est une science. Je vais vous dire que vous avez un peu de surtout gros, surtout gros. دونك اللي باش يحضر ان شاء الله معنا غدو في لي زيكزارسيس تي باك لازم مينيموم او موان يعاود يتفرج في الفيديو بتاع السيونس الاخر على الاقل. به هذا هي الدلتا في مرحله ثانيه باش نطلع الغاسين كاري دو دلتا معناتها بوتي دلتا دونك لهنا الدلتا هو ان نومبر كومبلكس كامل معناتها الا والبي بارتي ريال وبارتي ايماجينير اي ديفيرون دو زيرو شفنا لي ديفيرون كا في الفيديو في السيونس الاخرى كي تبدا دلتا بوزيتيف كي تبدا ريال بوزيتيف كي تبدا ريال نيجاتيف لهنا كامل كامل لازم نطلع بالميثود نتاع السيستم دونك سوا بوتي دلتا اون غاسين كاري دو دلتا اون بوز بوتي دلتا ايغال اكس بلس اي كغيك وهذا الكل ديجا خدمناه وباش نخدموا السيستم هذايا دونك اكس كاري بلس اي كاري هي الموديول نتاع دلتا اكس كاري موان اي كاري هي البارتي ريال دو دلتا و دو اكس اي هي البارتي ايماجينير دو دلتا دونك كي تعملوا كالكول نتاع الموديول نتاع موان 8 بلس 6 اي معناتها غاسين نتاع موان 8 كاري بلس 6 اي كاري تلقاو 10 اكس كاري موان اي كاري البارتي ريال موان 8 والبارتي ايماجينير 6 اللي هي 2 اكس اي دونك نسمي 1 2 3 نجي ديما 1 بلس 2 باش نحي الاي كاري دونك باش نعمل اليمينيسيون تاع الاي كاري دونك نعمل السوم تاع ليني 1 وليني 2 دونك اكس كاري بلس اكس كاري باش نلقى 2 اكس كاري و 10 بلس موان 8 باش نلقى 2 دونك 2x carré égale à 2, par la suite, x carré égale à 2 sur 2 égale à 1, donc x, je connais, il y a 1, il y a moins 1. Or, quand on a une équation de second degré, il y a une solution, je vais vous donner un Donc, tu as x égale à 1, donc je vais vous donner x égale à 1, l'équation 3, donc l'année, je vais vous donner 3 racine 3, c'est 1,
بدلوها باللي هي بالان هنا. دونك باش نعوضها في ليكواسيون الاخرى، دونك باش نلقى 2 فوا 1 فوا y معناتها 2y يقال 6، دونك y يقال 6 سيغ 2 y يقال 3. دونك لقيت x يقال 1 y يقال 3، دونك دلتا بي دلتا هي x بلس y افيك x 1 و y 3، دونك 1 بلس 3z. هذا كيفاش نطلع البوتي دلتا. تشوفوا اللي ماهوش فاهم مليح يشوف السيونس الاخرى نعاودها بجاه ربي، خاصه كانت ناويين غدوه باش تحضر داكوردو، خاطر شفنا فيه هذا الكل. معناتها كيفاش اون ريزو اون ايكواسيون دو دوزيام دوغري، شفنا دي ديفيرون كا اللي حاضرين فاهمين فاش قاعد نحكي. شفنا زاد كيفاش نطلعوا الغاسين كاري نتاع ان نومبر كومبلكس وقت اللي يبدا النومبر ريال بوزيتيف ريال نيجاتيف والا في الشكل هذا، معناتها ا بلس اي بي او بي ديفيرون زيرو. شفنا كيفاش نعملوا ايكواسيون دو سكوند دوغري، لي زيتاب الكل خدمناهم ميم افيك ال ا وال بي والسي يكونوا قاعد حاجه، معناتها حاجات تريغونومتري فيهم السينوس والكوسينوس به. هذا الكل باش يوصلونا لنهار غدوه، نهار الحسم كما نسميه. دونك هذه بوتي دلتا اش مازال توا مازال جوست باش نطلع لي سوليسيون تاع ليكواسيون تاعي. دونك زيت ان ايغال موان بي بلس بوتي دلتا سيغ دي زا، دونك نعاود جوست البي هي موان 3 موان اي معناتها موان بي بلس 3 بلس اي بلس بوتي دلتا اللي هي 1 بلس 3 زي سيغ 2. دونك باش نلقى 4 بلس 4 اي سيغ 2، نعمل سامبليفيكاسيون الكل في 2 باش تقعد لي 2 بلس 2 اي 2 ميم زاد 2 كيف كيف 3 بلس اي موان 1 موان 3 زي سيغ 2 2 موان 2 زي سيغ 2 ايكال 1 موان اي اي جوست ان بتي كالكول هنا. دونك بالطبيعه ما ننساش في الاخر اس دون سي، في الاس دون سي نحط لا بروميير سوليسيون بارتيكولير هي 1 دوزيام سوليسيون 2 بلس 2 زي وثروازيام سوليسيون 1 موان اي. دونك هذا اكزومبل كيفاش كيفاش جو ريزو اون ايكواسيون دو ثروازيام دوغري. شكون عنده سؤال في البوان هذا يتفضل قبل ما نتعدى الاكزومبل 2. مسيو نعم مسيو في الباج اللي قبلها اللي قبلها حطيت بور اكس قال 3 غاسين دو 3 قلت ديجا من جاي هذيك. لا قلت لكم غلطه، قلت ديجا غلطه، قلت له قلت لك صلحوها صلحوها. اوكي اوكي بور اكس ايغال 1 قلت لكم صلحوها. شكون اخر؟ باه ما نعرفش اسكو تحبوا دوزيام اكزومبل نخدموه تويكا والا تخدموا وحدكم. دوزيام اكزومبل هو هذا. دونك كيف كيف عندي ايكواسيون دو ثروازيام دوغري ميم شوز، لازمني نطلع من الاول اون غاسين بارتيكولير ومن بعديك جو ريزو ليكواسيون نتاعي بالطريقه الكلاسيك كيما عملنا في ليكزومبل 1. جوست لهنا ما قاليش فيريفيه مثلا كو 1 ايت اون غاسين كيما في ليكزومبل 1، هنا تبدل الكيستيون باش نطلع لهنا الغاسين بارتيكولير. باش نطلع وحدي لي ميكرو بالله مونتري كو او ادمي اون سوليسيون غير. اوكي دونك في الحاله هذيا اش نعمل؟ في الحاله هذيا كي يسالني سؤال هكا، دونك نعرف انا اللي الزيت سو فورم كارتيزيان تكتب اكس بلس اي غريك. كي يقول لي باين اللي او ادمي اون سوليسيون غير، جو بوز زيت ايغال اكس. وكي يقول لي مونتري كو او ادمي اون سوليسيون ايماجينير بور، جو بوز زيت ايغال اي غريك. باهي دونك لهنا سوليسيون غيال، دونك اون بوز زيت ايغال ا اكس. معناتها باش نجي في ليكواسيون او لنا باش نعوض الزيت بالاكس، والوبجيكتيف نتاعي اني نطلع الاكس، معناتها نطلع لا سوليسيون بارتيكولير غيال. دونك باش نعوض الزيت بالاكس في ليكواسيون او، من بعديك نعمل دي ديفلوبمون راهو سي كلاسيك ديما بالطريقه هذه، معناتها كي تطبع لي زيتاب ما عادش تغلط، معناتها يل سوفي باش تخدم اكزومبل 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 كيما عملت انا توا تشد في راسك سي. دونك نعمل ديفلوبمون. دونك لهنا جوست ديفلوبمون x او كوب لهنا موان 3x كاري بلس 2yx كاري موان x موان 5ix ديما لي موان تغلطوا فيهم ردوا بالنا، عندي موان البر دونك ندخلها في الكل. لهنا بلس 6 بلس 2y ايكال 0. من بعديكا باش نحط البارتي ريال مع بعضها والبارتي ايماجينيغ مع بعضها، واضح في ليكواسيون الاخرى بعد ما عملت ديفلوبمون. دونك في البارتي ريال عندي x او كوب موان 3x كاري موان x بلس 6، هذه البارتي ريال هاك مع بعضها. وفي البارتي ايماجينير نخرج اي اون فاكتور ونحط الباقي الكل، معناتها الاعداد الكل مضروبه في الاي، والاي انا ديجا خرجت اون فاكتور، معناتها 2 اكس كاري موان 5 اكس بلس 2. باه ان نومبر كومبلكس توا مكتوب سو فورم كارتيزيان كيما هذا، هذه البارتي ريال وهذه البارتي ايماجينير. وقتاش يكون ايكال ا زيرو؟ وقت اللي البارتي ريال ايكال ا زيرو والبارتي ايماجينير ايكال ا زيرو، سي لوجيك. دونك باش تولي بارتي ريال ايكال ا زيرو، دونك هذا ايكتي كفالون لي سيستيم ا دو، بارتي ريال ايكال ا زيرو والبارتي ايماجينير ايكال ا زيرو. ونعاود كي نقول بارتي ايماجينير من غير ما ندخل الاي في اللعبه، الاي
فوا البارتي ايماجينير دونك اللي في المضروب في الاي هي البارتي ايماجينير دونك ولا عندي دوز ايكواسيون انا لوبجيكتيف هو اني نطلع الاكس هذه ليكواسيون ا وهذه ليكواسيون 2 دونك نشوف ان هي اسهل ايكواسيون نجم نخدمها اما ما تنسوش تاويك ما عادش نخدم دون سي قاعد نخدم دون ار خاطر الاكس سي تان ريال دونك ليكواسيون الاولى دو 3ييم دوغري والثانيه دوزييم دوغري دونك نجم نخدم ايكواسيون دوزييم دوغري اسهل 100000 مره اني نخدم ايكواسيون دو 3ييم دوغري دونك باش نخرج من ليني 2 وباش نحسب ولا باش نطلع لي سوليسيون نتاع سيت ايكواسيون دو دوزييم دوغري دون ار كالعادة دلتا ما عادش نطلع لهنا البيتي دلتا خاطر نخدم دون ار نجم نستعمل كلمه غاسين الجذر اوكي دونك ال ا هي 2 البي موان موان 5 والسي 2 نحسب دلتا ب كاري موان 4 سي دونك موان 5 كاري موان 4 فوا ا 2 فوا سي اللي هي 2 دونك موان 5 كاري 25 وهذه هي 16 25 موان 16 9 دونك اكس بريم ايغال موان بي بلس راسين كاري دو دلتا سور 2 ا ريتو لهنا نجم نكتب راسين دو دلتا خاطر دون ار نخدم في الكومبلكس ما عندناش الحق نكتبوها غاسين كاري دو دلتا على هذاك كي نطلع الغروند دلتا نطلع البيتي دلتا اللي هي الغاسين كاري دو دلتا دونك موان بي دونك عندي البي موان 5 معناتها موان بي 5 بلس غاسين دو دلتا غاسين دو 9 اللي هي 3 سور 2 فوا 2 فوالا دونك 5 بلس 3 سور 4 8 سور 4 2 اكس سكوند كيف كيف لهنا باش نكمل نخدمها دونك كي العاده 5 موان غاسين دو 9 سور 4 دونك 5 موان 3 سور 4 تجي بون لهنا نغطي عليا الوحده اما جي دونك 5 موان 3 2 جي 1 دومي 1 دومي باه تويك لقيت دو سوليسيون دونك خدمت ليكواسيون الثانيه لقيت دو سوليسيون لقيت الاكس نتاعي يا اما باش تكون 2 يا اما باش تكون 1 دومي وانا حاجتي بوحده برك خاطر اون سول سوليسيون غير دونك ليكواسيون نرجع ليكواسيون 1 في السيستم نعاود الاكس ب 2 كاينه صحيحه سي بون كاينه 2 ماهيش معناتها نو فيريفي با ليكواسيون 1 نجرب x بالان دومي يقول لي يقول قايل علاش ما يبداش بالان دومي علاش معناتها تتعب في روحك وتبدل x بالان دومي اور اللي 2 سهل ربما كي تحسب الان دومي ما تجيكش تولي تعاود تحسب بال 2 دونك ديما نبداو بالعدد السهل اللي الكالكول فيه ما يكونش صعيب دونك نعوض x بال 2 في ليكواسيون 1 دونك 2 بويسونس 3 موان 3 فوا 2 بويسونس 2 موان 2 بلس 6 ايغال 0 كي توسعوا بالكم وتعملوا كالكول تلقاوها ايغال 0 معناتها كي نعاود الاكس ب 2 نلقاها فري دونك لا سوليسيون ريال نتاع ليكواسيون او هي زد 0 ايغال ا 2 في صوره ما عاودت الاكس ب 2 لقيتها ني با فيريفي معناتها ما لقيتهاش ايغال 0 وقتها لازمك تعاود الاكس بالان دومي وكان تقول لي زاد كي نعاود الاكس بالان دومي ونلقاها ماهيش 0 نقول لك راك عندك غلطه لهنا تولي خاطر باش تطلع واحده منهم في الكا هذيك اذا كان هم زوز نو فيريفي با لا بروميير ايكواسيون معناتها ان نيكزيست با اون سوليسيون ريال اور في ليك في ليكزرسيس قال لي مونتري كو او ادمي اون سوليسيون ريال ما قاليش اسكو او ادمي اون سوليسيون ريال دونك وقتها تشوف كان فما كان عندك اون فوت في الكيستيون تاعك دونك لهنا زد 0 ايغال ا 2 اللي هي لا سوليسيون ريال دو ليكواسيون البقيه بالكل البقيه اللي معناتها الكيستيون 2 البقيه نتاع ليكزرسيس كيستيون 2 اللي هو ريزودغ ليكواسيون او سي ايدونتيك ا 1000% من اللي شفناه في ليكزامبل 1 طلعنا اون سوليسيون اللي تبدل الفرق هو النوع نتاع السوليسيون كيفاش نبينه اوكي في عندنا في الكيستيون الاول في السوليسيون بارتيكولير اون فوا طلعت سوليسيون بارتيكولير سوا هو قال لي بينها ديريكتومون سوا قال لي بين عندي سوليسيون غير سوا قال لي بين عندي سوليسيون ايماجينير بور اللي من بعد الكل سي ايدونتيك اللي خدمته في ليكزامبل 1 معناتها باش نعمل فاكتوريزاسيون نتاع ليكواسيون نتاعي او زد موان زد 0 فوا ايكواسيون دو سكوند دوغري زد 0 هي 2 دونك كل زد موان زد 0 فوا ا زد كاري بلس بي زد بلس سي دونك او اي تيكيفالونت للايكواسيون هذه بعد ما عملنا اون فاكتوريزاسيون نعملو ديفلوبمون كيما قبيل كالعاده ا زد كيو بلس بي زد كاري بلس سي زد موان 2 ا زد كاري موان 2 بي زد موان 2 سي ايغال ا 0 من بعديك نحط لي زد بويسونس 3 مع بعضهم لي زد كاري مع بعضهم لي زد مع بعضهم كما لهنا عندي ا زد كوب وحده عندي بي زد كاري موان 2 ا زد كاري معناتها مع بعضهم بلس سي زد موان 2 بي زد مع بعضهم وموان 2 سي الكونستانت تقعد مسيبه وحده دونك نحط طويك زد كاري اون فاكتور في الثانيه والثالثه وفي الرابعه والخامسه نحط زد اون فاكتور دونك بي موان 2 ا فوا زد كاري سي موان 2 بي فوا زد موان 2 سي ايغال 0 باش نجم نعمل اون ايدونتيفيكاسيون مع ليكواسيون 1 الاولى بالكل نتاعي دونك بار ايدونتيفيكاسيون
par identification. Donc, l'A هي le coefficient تاع z au cube هو 1, le b moins 2a هو le coefficient تاع z carré اللي هو moins 3 plus 2i, c moins 2b هو le coefficient de z اللي في l'équation E هو moins 1 moins 5i, و le moins c, le constante تاعي وحدها هي 6 plus 2i. Donc, équation 1, 2, 3, 4, je vais identifier تاوي كون نطلع l'A ou le b ou c باش نعوضوهم في l'équation E factorisé. Donc, l'A égale à 1 dans l'équation 1 directement. Dima, je vous dis que dans l'équation 4, je vais C. Dima, donc, C égale 6 plus 2i sur moins 2, le tout sur moins 2. 6 sur moins 2, j'ai moins 3, ou 2i sur moins 2, moins i. Donc, directement, je vais vous dire. J'ai l'équation 2 ou 3, je vais vous dire. باش نحسبوا فيها البي والاكواسيون الاخرى نعمل فيها فيريفيكاسيون دونك نجي للاكواسيون 2 باش نحسب البي دونك نعوض الا بال1 دونك باش نلقى بي موان 2 ايغال موان 3 بلس 2زي دونك باش نطلع البي نهز موان 2 للشيره الثانيه الدوزيام مامبر تاع الاكواسيون باش تولي 2 دونك البي تولي موان 3 بلس 2 بلس 2زي اللي هي موان 1 بلس 2زي نعمل فيريفيكاسيون في الاكواسيون 3 باش نكمل الريزوليسيون تاع الاكواسيون نكملها على فانتر صحيحه دونك جو فيريفي دونك سي اللي هي موان 3 موان اي موان 2 فوا بي دونك نحسبها دونك موان 3 دونك موان 3 موان اي اللي هي سي موان 2 فوا بي معناتها لان تولا انا عملت ديفلوبمون انتم تحبوا توسعوا بالكم وسعوا بالكم دونك موان 2 فوا اونتر بارونتيز موان 1 بلس 2 اي معناتها باش نلقى بلس 2 موان 4 اي دونك نحب نشوف اسكو نلقاها موان 1 موان 5 اي دونك موان 3 موان 4 اي موان 5 اي لا موان اي موان 4 اي موان 5 اي وموان 3 بلس 2 موان 1 دونك لو كونت اي بون دونك الخدمه نتاعي صحيحه امورها مريقله دونك طلعت الا والبي والسي نرجع توا للايكواسيون نتاعي فاكتوريزي بيان سور نعوض الا بال1 نعوض البي بالموان 1 بلس 2 اي ونعوض السي بالموان 3 موان اي فوالا دونك فاكتور فو فاكتور ايغال ا زيرو معناتها الفاكتور الاول ايغال ا زيرو و الفاكتور الثاني ايغال ا زيرو دونك الفاكتور الاول زد موان 2 ايغال ا زيرو سي ايكيفالون زد ايغال ا 2 اللي ديجا لقيناها قبيليك ولهنا سي ايدونتيك لقبيليك دونك نطلع في ليكواسيون دو سكوند دوغري اللي جو في اسيي دو لا ريزودر الا والبي والسي باش نزرب شويه دونك دلتا بي كاري موان 4 ا سي دونك تعوض البي والا والسي باش تحسب دلتا ولهنا دلتا باش نلقاوها سهله باش نلقاوها 9 مش كيما قبيلي قبيلي كدلتا لقيناها اون فونكسيون دو اي معناتها خدمنا ان سيستيم باش طلعنا الغاسين كاري دو دلتا لهنا دلتا ايغال 9 ونعرفوا لي 9 هي 3 بيسونس 2 دونك الغاسين كاري دو 9 هو 3 دونك فينالمون زيد بريم باش ولا معناتها زيد 1 ولا زيد بريم موان بي بلس بوتي دلتا سيغ 2 ا اللي هي هذه بعد ما نحي لي بارونتيز دونك باش نلقى 4 موان 2 زي سيغ 2 سامبليفيكاسيون بار 2 2 موان اي الثانيه زاد 2 كيف كيف نفس الفورمول جوست في عوض بلوس لان فما سيني موا دونك ميم شوز بالضبط باش نلقى موان 1 موان اي فينالمون مجموعه تو لونسومب دي سوليسيون نتاع ليكواسيون او هما ليكواسيون بارتيكولير لقيناها 2 سي اون ريال 2 موان اي لا بروميير سوليسيون وموان 1 موان اي لا دوزيام سوليسيون نجمو لي كالكول تعاودوا تعملوا لهم فيريفيكاسيون وحدك ما فاهم حتى شيء جوست حاجتي انا كيفاش ولا شنو هما لي استراتيجي ولا شنو هما لي زيتاب اللي طبقتهم باش نجم نخدم اون ايكواسيون دو تروازيام دوغري في الكومبلكس ليكزومبل 3 باش نخليه لكم ليكم انتوما باش تخدموا وحدكم الكيستيون في عوض يقول لي معناتها باين اللي او عندها سوليسيون ريال قال لي باين عندها سوليسيون ايماجينير بيغ وفي النوع نتاع لي كيستيون هذوما كي باش نطلع سوليسيون بارتيكولير البوزي زيد ايغال اي كريك دونك سي ايدونتيك ليكزومبل 2 ا 1000% تعاود الزيد بالاي كريك تعمل اللي خدمته بالضبط في ليكزومبل 2 باش تطلع الاي كريك اوكي طلعت لي كريك مثلا 5 زيد ايغال 5 اي هذيك سوليسيون بارتيكولير اوكي بعديك تعمل فاكتوريزاسيون ونفس لي زيتاب تاع ليكزومبل 2 دو باش تعمل ايدونتيفيكاسيون الى اخره باش في الاخر بالكل تخرج ليكواسيون سكوند دوغري ومنها تخرج دو غاسين مع الغاسين الاولى ولو عندك تغوا غاسين تابعين ليكواسيون او دونك هذايا بوغ دوما ان شاء الله دوما فما اكزرسيس باغمي تغوا باغمي 4 اكزرسيس باش نخدموها فما اكزرسيس البدايه نتاعو تبدا من ليكزومبل هذا وبعديك بالطبيعة فما دوتر كيستيون دونك اجا غدا وانت فاهم وانت خادم ديجا البارتي الاولى نتاع ليكزرسيس باش نجم نطبع مليح شكون عنده كيستيون قبل ما ناخذوا بوز نتاع اربع دراج باش نرجعوا للدوزيام بارتي دونك البارتي هذيا هو ديجا كيستيون عندها نجم ندخلوها في الكيستيون ريبونس خاطر سالوني برشا
كيفاش نخدموا ايكواسيون دو 3ème دوغري ما ريناهاش سيونس الاخر دونك هذايا كيفاش نخدموا ايكواسيون دو 3ème دوغري الدوزيام بارتي ان شاء الله اليوم باش نعطيكم ان ريزومي كامل طابلو كيستيون كيفاش نجاوبوا عليه معناتها لي كيستيون كلاسيك لوبجيكتيف هو ماناش باش نخدموا لي كيستيون معناتها براتيكمون ماناش باش نخدموا دي كيستيون باش نعطيكم لي كيستيون تيباك اللي ممكنين الكل راه باه باش غدويك يعاونونا ان كل حاجه كل كيستيون نخدموه خاطر ما تعرفوا غدوه باش نخدموا دي زيكزارسيس تيباك مينيموم حضر لكم 4 اكزارسيس غدويك تيباك الكل باه لوبجيكتيف هو انه كل ما يجينا كيستيون كلاسيك نكونوا ديجا عارفينه ديجا ملخصينه وعطيكم الريزومي نتاعو البارتي الثالثه اون فوا عطيتكم لي كيستيون كلاسيك بالطبيعه لي كيستيون كلاسيك جبتهم من عندي زاده وزاده جبتهم من لي كيستيون نتاعكم انتوما اللي سالتوهم لي بين البارح وقت البارح دونك لميت لي كيستيون نتاعكم الكل اللي جاوني على الفيسبوك عملت لهم ان ريزومي نظمتهم معناتها لي كيستيون سيميلير حطيتهم بحذا بعضهم مع الحاجات اللي تنجم تجي في الباك لي كيستيون كلاسيك عملت ان ريزومي كامل دونك لي كيستيون نتاعكم البارح وقت البارح عاونوني اني زدت دوتر كيستيون في البارتي 2 اللي باش نشوفوه البارتي الاخرى اون فوا عطيتكم لي كيستيون تيب باك غدا باش نخدموا ان شاء الله مرتاحين بها البارتي الاخرى اكيد فما شكون فيكم عنده دوتر معناتها كيستيون في الكومبلكس ما سالنيش دي كيستيون دونك باش نخلي له المجال انه يسالني كيستيون دونك تويك عندنا اون بوز ديجا بشوف الوقت بوز نتاع 4 دراج اوكي شوفوا معناتها كان عندكم دوتر كيستيون تحضروها ميسالش اذا كان ما حضرتوش من بعديك باش نرجعوا للدوزيام بارتي وحتى كان ما زادناش الوقت مش مشكل باش نزيدكم اون توازيام بارتي راه المفيد باش نكملوا اليوم البارتي هذه باش غدوه نخدموا لي زيكسيرسيس دي باك نعم باه جوست كان قص علينا تويكا ونحن نحكيو كان قص علينا خاطر عندنا الحق في زوم كان في 40 دقيقه تمشيو للفيسبوك للجروب تو نخلي لكم ان كود الاربعه بالضبط نتقابلوا مره اخرى لهنا بالكود الجديد شكون عنده كيستيون وي نسمع فيك يطلب مني نعمل ريزوليسيون دون ايكواسيون دو 4ème دوغري باش نخدموها غدويك باش نخدموها غدويك الاكثريه نعملوا شونجمون دو فاريابل معناتها لازم هذيك ال 4ème دوغري فما هما دو ميثود يا اما نطلع دو غاسين بارتيكولير بعد مثلا زد 0 زد 1 دونك بعديك نعمل فاكتوريزاسيون نكتب ليكواسيون دو 4ème دوغري نكتبها زد موان زد 0 فوا زد موان زد 1 فوا اون ايكواسيون دو 2ème دوغري ونعمل ايدونتيفيكاسيون بنفس الطريقه اللي خدمتها تويك اي باش نطلع الا والب والسي نتاع ليكواسيون دو 2ème دوغري اذا كان ايكواسيون تخدمها كيما توا معناتها اما جوست تولي عندك ان فاكتور رابع اللي هو زد موان لا دوزيام سوليسيون بارتيكولير اذا كان ان ايكواسيون تعمل ان تابلو تسين عندنا غدو اكزارسيس ايكواسيون ان ايكواسيون دو 4ème دوغري فما اون دوزيام ميثود زاد باش نشوفوها غدويك في اكزارسيس اخر في 4ème دوغري اما افيك ان شونجمون دو فاريابل ساعات نجم نعمل ان شونجمون دو فاريابل باش ليكواسيون دو 4ème دوغري نرجعها دوزيام دوغري دونك فما دو ميثود soit factorisation avec trois facteurs on a هذه soit تعمل changement de variable شكون عنده question اخر ماشي الكيستيون الاول في ليكزامبل الثاني علاش ما خديناش الاولى معناتها عملناها ايجال زيرو ما فهمتك شكون الاولى انا هو الاكزرسيس انا هو الاكزرسيس ليكزامبل الثاني ليكزامبل 2 قال لك بمونتري كو زيد ادمي مونتري كو او ادمي اون سوليسيون ريال هكاك اي فما زوز قال زيرو علاش ما خديناش الاول خاطر الاولى دو 3ème دوغري شنو اسهل تخدم ايكواسيون دو 3ème دوغري ولا ايكواسيون دو 2ème دوغري 2ème دوغري اي هي كيف تخدم الاولى ولا الثانيه المفيد انت كي تخرج من ايكواسيون كي تطلع لي غاسين نتاعو بعديك تعمل فيريفيكاسيون في ليكواسيون اللي خلفتها باش تجيك الامور صحيحه دونك تخدم بالاولى بالثانيه انت وانها هي اسهل بالطبيعه نحن نخدموا ديما بالاسهل يا حبه اذا كان جات عندنا ايكواسيون دو بروميير دوغري رانا خدمنا به دونك نخدموا بالدوزيام دوغري اسهل برشا من اللي نخدم بالتوازيام دوغري والتوازيام دوغري نخليها جوست بور فيريفي الريزولتا واضح شكون اخر وي واحد بركه بالله مانيش نسمع فيك صوتك متقطع على الاخر مسيو وي
Monsieur